مقبول قد ما يكون مستمعينا الكرام وقيام. كذلك تبارك الله الكثير من الناس يعني الاجتهاد اللي عندهم في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله موعدنا كيف العادة غادي يكون رفقة الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. معاه اليوم إن شاء الله غتكون حلقة مفتوحة فيها غادي نجاوبوا على جميع الأسئلة ديالكم. طبيعة الحال باب التواصل معنا كيف العادة مستمعينا الكرام كيكون مفتوح من خلال الأرقام الهاتفية 05 22 46 72 50 51 و 52 أو 05 22 88 00 60 61 أو 62. دكتور مرتقي صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح النور الأخت عفاف، صباح النور جميع المستمعين الكرام ورمضان مبارك كريم وشكرا يا رب إن شاء الله. شكرا لك دكتور مرتقي، وحنا في حلقه مفتوحه اليوم غادي نجاوبوا على جميع التساؤلات ديال المستمعين الكرام اللي كتعلق بالمشاكل ديال البشره، بالامراض ديال الجلد، كذلك المشاكل ديال الشعر او لا ديال الاظافر. ولكن في البدايه دكتور مرتقي خلينا نتكلموا على واحد النقطه اللي ربما تعيشوها بزاف ديال السيدات وديال النساء، وتحيه كبيره لهم على المجهود ديالهم مع الاسر ديالهم مع العائلات ديالهم. السيده يعني ساعات طويله وهي واقفه في الكوزينه باش كتحضر ما لذ وطاب للافراد ديال الاسره والعائلة ديالها، والحمد لله كاين أمهات اللي تيحرصوا أنه حتى في التوجيهات ديالهم في التحضير تيقدموا لوليداتهم والعائلة ديالهم كل ما هو صحي. فاللي كيوقع دكتور مرتقي أنه بزاف ديال السيدات كيتحرقوا مثلا بالفران، فأنا اللي بغيت نسولك بزاف منهم تيعانيوا من ذاك الآثار ديال الحرق اللي تيبقى، يعني السيدة كتحرق في اليد ديالها ولا كتحرق مثلا في الدراع ديالها ولا. فشنو نصيحتك ليهم دكتور مرتقي بحكم التخصص ديالك، بأن السيدات اللي كاين السيدة اللي كتلقى فيها يعني الأثر كثيرة ماشي غير حرقة ولا جوج، يعني طيلة شهر رمضان تيغفل هذاك الفران وتيحرقها ولا تيرجع ليها مثلا الباب ديال الفران. فباش السيدة تفادى داك الأثر ديال داك السواد أو الكحولة اللي كتكون ناتجة على الحرقة سواء كان ديال الفران ولا ديال البوطة ولا ديال أي حاجة، شنو نصيحتك ليهم دكتور مرتقي؟ شنو ممكن السيدة تدير باش الأثر ما يبقاش فيها ديال الحرق؟ اذا اولا وقبل كل شيء خاص السيده اذا كانت عندها الحرقه اللي ما تدعيش انها تشوف طبيب ولا تمشي للمستشفى، وخا تكون الحرقه غير صغيره تحاول ما امكن توضع ايدها في الاول من بعد الحرقه تحت الماء ديال الماء الروبيني واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه باش نقصوا من الحده ديال هذيك الحرقه اللي تكون تكون صغيره باش ما تكونش باش نقصوا من الحراره باش ما تهبطش الطبقات الداخليه، ما تهبطش لوديرم ولا ليبوديرم اللي تيكون فيه العروق وفيه الاعصاب وداك الشيء، لان الا تصابنا هذه المنطقه تيكون صعب جدا انه تكون ترجع لابو عاديه كما كانت. اما بالنسبه لك الابصار ولا الاثار اللي تبقى الحرقه كحله، اذا تدير السيده اولا دير العلاجات الاوليه، دير واحد لا كريم اوتيبيوتيك كريم على فورم دو كريم ديرو باش ما يكونش واحد التعفن. من بعد انت تبراره تدخل سواء ما امكن دير ليكرون ديال الشمس وتقي ايدها من الشمس، تيفيتي انها ما تبقاش تعرض للسخونه وداك الشيء، ما تحاولش تحكها تقول نحكها ولا نقشرها باش نحيد واحد القشره من الفوق. من الاحسن تخليها الا ما كانتش معفنه تخلي هذيك القشره هي واحد الواقي باش تخلي بانه الجلده من التحت تطلع مزيانه وتطلع عاديه ما فيها لا كحول لا والو. أيه. وما فيها ودير 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 واحد لاكريم، دير لاكريم ديال السيكاتريس، كاين كريم ديال السيكاتريس تيداروا ملي تبقى كتبرى مزيان تبقى ديك الكحله ديك لاطاش كحله، دير لاكريم اونتيطاش، كاين كريم اونتيطاش اللي دير السيده الليد ديالها زائد ليكرون ديال الشمس بالنهار، واون جينيرال الا كانت الحرقه غير سوبرفيسيال وداك الشيء راه دوك الحروق تيزيدو تيتعطلوا شويه، ولكن دوك الابصار دوك الكحوليه وداك السواد راه تيزيدو تيحيد. أيه. وهذه نصيحة لجميع السيدات ولجميع النساء اللي تسمعونا هذا الصباح واللي ما تيجي يعني فين يخرج شهر رمضان حتى كتلقاها كاملة، يعني داك الآثار ديال الحرق عندها في اليدين ديالها في الدرعين ديالها كيف ما قلنا. فهذه مجموعة ديال النصائح من عند دكتور عبد الله مرتقي، وخصوصا احنا ان شاء الله مقبلين على ارتفاع في درجة الحرارة وفصل الصيف، فهذا الشيء راه تيزيد الا ما عملناش هذه النصائح اللي قال عليهم دكتور مرتقي، فكتبقى الآثار اكثر وممكن انها تمشي لسنوات طويلة. فهو راه تكلم دكتور مرتقي مشكور على شنو خاص يدار مباشره من بعد الحرقه، وشنو كذلك المراحل ديال العلاج، واهم حاجه ان ديك الحرقه ما خاصش السيده تقشرها نهائيا، فديك القشره كتشكل واحد الحمايه ولا واحد الواقي خلي وحده كتحيد بوحديتها مع الاستعمال ديال الكريمات اللي كتكون خاصه بالحروق. ومن بعد ان شاء الله داك الاثار راه كاين كريمات اللي هي خاصه بالتفتيح باش ما كتخليش الاثار ديال الحرقه تيبقى باين. غادي نمشيو لمجموعه ديال الرسائل دكتور مرتقي، وغادي نبداو باول رساله من عند المستمعه الكريمه اللي هي
أم آمال. أم آمال كتقول باللي العمر ديالها 47 سنة، هذه مدة وهي كتعاني من خلل على مستوى الهرمونات. المشكل اللي وقع لها دكتور مرتقي أنه كانت عندها مجموعة ديال العلاجات اللي كتاخدها طيلة اليوم. في شهر رمضان ما تيسرش لها بحكم أنه الطبيبة ديالها اللي متبعة معها تحولات لمدينة أخرى، فهي شنو دارت؟ غيرت المواعيد ديال الأدوية ديالها بوحديتها. كنتكلموا على العلاج الخاص بالخلل الهرموني، خصوصا المشكل ديال الشعر الزائد، كتقول باللي عندها في الوجه ديالها عندها يعني كتبان هكذاك بحال اللحيه، عندها مشكل ديال الشعر فوق الشفه العليا ديالها. فهي غيرت المواعيد ديال الادويه اللي لاحظت انه ذاك الشعر يعني ما كاينش نتيجه، لاحظت بحال بدا كيتزاد. فكتسولك دابا دكتور مرتقي، هي حبسات الدواء حاليا، فكتسولك هذه المساله ديال انها وقفات الدواء بوحدها، من قبل كانت لعبات في المواعيد ديالو بوحديتها بدون استشاره طبيه، فكتقول لك دابا الا رجعت عند الطبيبه واش غتعطيها العلاج من الاول؟ يعني واش هذه المده اللي هي عملات ديال 8 شهور بالضبط هكذا كتكلم ام امل، واش ما يعني بحال يعني كنقولوا خواتي المفر رمله، واش دابا الطبيبه غتبدا معها من الاول اولا غير ترجع لعند الطبيبه وتكمل المراحل العاديه؟ اذا بالنسبه للام امل ما قالتش من نوع الخلل، واش عندها الغده الكظريه، واش عندها المشكل؟ للاسف قالت لنا غير خلل هرموني، ما عطاتناش المشكل فين كاين، وقالت خلل هرموني اللي عطيها شعر زائد في وجه الوجه ديالها. ما يسمى نرجسيزم، يعني عندها شعر زائد في المناطق اللي ما خصوش يكون فيها، تيكون فيها شعر زائد، وفي غالب الاحيان غيكون شعر تيطيح، شعر ديال راسها تيطيح، ولكن تيكون تيزاد في المناطق الاخرى. لا غتعاود معها الطبيبه، غتعطيها الدواء ديالها بالانتظار، غتعاود معها من الاول، ولكن ضروري الطبيبه ديالك تنصحها بان خصها دير لازير ابيلاتوار باش تهدنا من هذاك الشعر، لان لو بقات تدير غير الدواء الهرموني غير بوحدو هو غير كافي، هو غادي يحبس ما يخليش الشعر يبقى ينوض، ولكن كنا نتوقع أن السيدار عندها 47 سنة، دونك 47 سنة كنا خلاص قول ما قاش نلعبوا بالهرمونات، لأن الله يسر في المشكلة. أيه. كان في العائلة عنده مشكل ديال ميوديستان، يعني سرطان الثدي ولا سرطان الرحم، ما خصناش نبقاو نلعبوا بالهرمونات في هذا السن هذا. إذا ما عدا لا ساعة عندها مشكل في الغدة الكظرية، إذا كان مشكل في الغدة الكظرية هنا ممكن تاخذ دواء ديال واحد الهرمون تعطيها كاين حتى مشكل، ولكن لا كان مشكل ديال الامال ولا مشكل اخر في المشكل ديال ليزوفير ولا مشكل اخر اللي تتعطى ديك الهرمونات اللي عندها اللي قدروا انهم ينوضوا يفيقوا لنا واحد المشكل في الفستان ولا في الرحم، من الاحسن تستشير مع الطبيبه ديالها، ومن الاحسن الاخت امال انها تبدا في الشيون دو لازير ايبيلاتوار باش تحد من هذاك الارتيكيزم ولا داك الشعر الزائد. نعم. نمشيو لرسالة هاد مرة من عند حنان، كتسولك على التونية دكتور مرتقي. قالت بلي هي مشات لعند الطبيبة ديالها وقالت لها بلي خدات العدوى من شي حيوان، وهي بالفعل مربية القطوط عندها في الدار. فدابا كتسولك دكتور مرتقي شحال المدة باش ممكن يرجع الشعر إلا كان تصاب التونية؟ شحال تقريبا كتوصل المدة ديال العلاج باش تشوف النتيجة؟ اذا بالنسبة للتونية ديال اللي تجي من الحيوانات اللي تتعادي، يعني القطوط شنو من الحيوانات اللي كيجيبوا العدوى ديال التونيا دكتور مرتقي من غير القطوط؟ كلشي الاخت عفاف، كاين القطوط، كاين الشنا، كاين الفراخ، كاين الفراخ، كاين القنيه، كاين الارانب، كاين داك لامستير، جميع الحيوانات. باش نعرفوا هاد الحيوانات هو تيكون فيه، تيكون شعره تيطيح، تبقى فيه الا قلت فيه مزيان تلقى بانه عنده شي بلايصه وطيح لي منهم الشعر تتم العدوى. اذا هنا تيكون لو تريكو في طون غيبرون ولا الميكروسبيروم كانيس، هادو هما الجرثومات اللي تعطينا هاد المشاكل. بالنسبه للعلاج كاين علاج عن طريق الفم اللي كنعطيه 21 يوم، وكاين ادويه الكريمات اللي تدير مده شهر حتى لشهر ونص، وتينوض الشعر تيبانو تخفيف تيتمادي ويطلع. اييه نعم. شحال ممكن توصل المده ديال العلاج دكتور مرتقي باش هي تشوف النتيجه؟ دابا هي كتسول على الشعر باش غادي يرجع، هي دابا ردات العلاج مع الطبيبه ديالها. اذا غتكون سير معطاتها الطبيبه الدواء عن طريق الفم، يا اما تعطاتها لا فيربينافين ولا لا فليكونازول ولا لا غريزوفيلفين، غتعطاها هما لي طرومولي اللي كنعطيو هادو تيتعطاو 21 يوم حتى لشهر ماكسيموم. من بعد تنعطي واحد لوجي تبقى تغسل به، وتنعطي واحد الكريمات ديال التونيا ديال هاد الشامبينيون ديال هاد الميكروب هذا، فهو تنعطيه مده واحد الشهر حتى لشهر ونص. اذا باش شعرها يطوى عادي ويرجع عادي خصك على الاقل واحد شهرين واحد الموان باش يبان شهرين حتى شهور. ايوه بالفعل باش يبان لها بان الشعر راه ديك الخويه ما بقاش تبان.
نعم، نمشيو هذه المرة لرسالة أخرى من عند أم رانيا كتقول: صباح الخير أخت عفاف، دكتور مرتقي، عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة ولجميع المستمعين الأوفياء. أنا هذه مدونة تنعاني من واحد الخالات اللي كل نهار كيتزادوا. في الأول كانوا بداوها في اليدين ديالها، من بعد مشاو ليها الوجه ديالها. دكتور مرتقي، هادو خالات اللي كتقول باللي اللون ديالهم ماهم والحجم ديالهم صغير، ولكن كيتكاثروا نهار على نهار. إذا وي إذا بالنسبة أولا بعد الخالة، مثلا قليل الخالات أنت تكون مارة، والخالة تكون في هذه الأحيان لون عندها أسود، لأن يعني الميلانوسيت يعطي لون أسود. هادو بالنسبة نعم. لهاد ليطاش اللي تيكونوا خاصة في اليدين وفي الوجه، سواء تيتسموا لي لونتيغو، لي لونتيغو هما اللي تيبانوا مع السن أو اللي تيبانوا مع التعرض لأشعة الشمس، تيبانوا ديطاش كحل بيض كحل، ماشي كحل، تيكونوا مارون، ديطاش مارون صغيرين، وتزادوا بكثره، تيكونوا خاصه في لي زون فوتو اكسبوزي، يعني بلايص عرض ذات الشمس بيناتها اليدين والوجه. هنا هادو تنحتاطوا منهم غير في حاله واحده، وهو خص اولا الاخت دير ليكرون ديال الشمس، لان تيكون كاين الجانب الوراثي تي تيلعب، خص دير ليكرون ديال الشمس ديالها في بلاصه، تحاول دير واحد لاكريم ايدراتونس بالنهار، لان يعني نشوف هي خص الوجه ما يكونش ناشف، وتحاول دير واحد لاكريم اونتي طاش ديرها في الليل. والمهم هو ليكرون كل ساعتين، وتستشر الطبيب ديالها الا بانت ليها شي وحده في هذه لي ليزيون جرحات ما بغاتش تبرا، ولا تزاد في الحجم ولا ما بغاتش تبرا ولا شحال، من الاحسن تشوف الطبيب ديالها، اللي يكون شي مرات يكون واحد بدايه ديال سرطان الجلد. أيه نعم. معنا هذه المرة مجموعة ديال الأسئلة دكتور مرتقي، هاد ما كانش غير مستمع واحد ولا مستمع واحد اللي سولوا عليها، وهي المسألة ديال الدواء أو العلاج الخاص بالفطريات. بزاف ديال الناس، وكيف ما شرنا في حلقات كثيرة معك دكتور مرتقي، بزاف ديال الناس تيخافوا أو التي تعطلوا في العلاج خوفا من هذا الدواء، تيقولوا أنه تيسمعوا تيأثر على الكبد، تيخلي الحالة ديال الكبد ربما يعني في واحد الحالة اللي غير صحيه فتيتخوفوا. فبالنسبه للناس اللي هما بداو هذا العلاج، شنو تيوقع؟ تيسولوك دابا على التحاليل، فوقاش ممكن بالنسبه للانسان اللي تياخذ الدواء، كنتكلم على الانسان اللي كياخذ الدواء ماشي حد غيبداه، فوقاش دكتور مرتقي يراقب الكبد ديالو؟ بحال دابا مثلا هو بدا العلاج ديالو نفرض مثلا من اليوم، شحال خاص دوز المده باش يعاود التحاليل ديال الكبد؟ واش على شهر ولا على 3 شهور؟ اذا كيف بالنسبه هو الدراسات، لان خصنا نعرفوا بان الضفر تيتزاد 0.1 ملم في الشهر، على حساب فين عندك الشامبينيون تقدر تاخذ الدواء حتى لمده سنه. اذا بالنسبه للتحاليل، اولا تنديروا قلنا يبدا المريض الدواء باش نشوفوا واش الجسم ديالو غيتحمل الدواء ولا واش عنده مشكل ديال الليباتيت ديال لوفا ولا لا. اذا قبل ما يبدا الدواء اولا، ومن بعد تنعاودوه شهر ملي تيبدا الدواء، ومن بعد تنعاودوه كل 3 شهور. اذا الشهر الاول قبل ما يبدا المريض، قبل ما يبدا في الدواء خصو يدير التحاليل، ما يمكنش انا نعطي الدواء هكا يرفضو وهو ما عندوش تحاليل. نعطي التحاليل تيديرهم تنشوفهم تيبان ليا كلشي نورمال، تنقول لي بدا الدواء ديالك، من تيجي عندي الكونترول تنعاود نعطيه التحاليل تيديرهم باش نتاكدوا بان الجسم تحمل الدواء، ما دارش ماشي ايباتيت ميديكامونتوز ولا شي مشكل اخر. لا كان كلشي مزيان تيكمل الدواء ديالو، وفي تنشوفو على 3 شهور تيجي مع عاوتاني التحاليل، حتى تينوض الضفر كامل ما تيبقاش. تعرف المريض بانه خصو يكمل الدواء ديالو، لا خاطر له الطبيب، يعني راه ما عندناش حل لاخر، ما عندناش ديك الفيرني ولا الكريمات ما يعطي والو ولا اللازير، ما راه ما غادي يعطي شي حاجه، لان تكون لاتانت ماتريسيال، يعني الميكروب تيكون واصل لبلاصه اللي تتنوض الضفر. هنا خصو ضروري علاج داخلي عن طريق الفم. اذا هذا العلاج الداخلي كاين جوج الادويه، كاين اللي تيتخاد مره في الاسبوع وكاين اللي تيتخاد يوميا، ولكن هما سون دي ميديكامون ماشي تيضروا الكبده، غير سون دي ميديكامون ميتابوليزي او نيفو دي فوا، يعني تيشربوا المريض تيمشي للاستوما تيدوز للمسار تيتابسوربا تيمشي للكبد، من الكبد تيتميتابوليزا ومن بعد تيخرج تيمشي في الغائط. اذا كاين ادويه اللي تتشرب تدوز للكبد تدوز للمسار تمشي للكلي وتخرج، هذا ما تيدوزش للكلي تيدوز للكبد، يعني الانسان اللي عنده مشكل في الكبده ولا عنده مشكل الله يسامح ليباتيت بي ولا سي، ولا عنده المشكل لونتيسيدون ديال ما يسمى بليباتيت ميديكامونتوز، يعني الا خدا شي دواء تيقلع عليه ترانزامينال راه ما يمكنش نعطيو هاد الدواء، خصنا نشوفو دي زوت الترناتيف، نشوفو اشياء اخرى اللي يقدر ياخذها. اما بالنسبه للتحاليل اللي السؤال ديال الاخت عفاف، التحاليل تنديرهم قبل ما يبدا الدواء وشهر من بعد الدواء وثلاث شهور حتى يسالي الدواء ديالو. اييه واضح. نتمنى ان شاء الله المستمعين اللي كانوا سولوا على هذه النقطه بالذات يكونوا سمعوا الاجابه ديالك دكتور مرتقي. هذه المره دكتور مرتقي نعم، حنا تلقاو مشكل باش نقنع المريض باش ياخذ الدواء، مثلا تقول لها تقول لا دكتور كل شيء تاع الدواء عن طريق الفم، اعطيني اي حاجه الدواء عن طريق الفم، لا ما يخدمش ليك. تنبقاو ما حنا تنقنعوه 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 تقول لي انا راه خديته انا راه كنتي انا خديته
تقول لي راه اي دواء خديتي راه عنده مشكل كيلكو سوا، واخا يكون غير كيما كان لا خديتي مده طويله راه خصك دير واحد لا سيرفيونس، ومن بعد تقنع المريض. غالب الاحيان المريض تقنع. أيه نعم. غادي نمشيو هاد المرة للسؤال من عند إيمان دكتور مرتقي، تتسولك على واحد التقنية ولما تلاحظوا المستمعين بزاف ديال الأمور اللي هكا كتروج في الانستغرام أو للفيسبوك، فالحمد لله ثقة في برنامج صحة وسلامة تيبغيو يتأكدوا تيسولوا على هاد التقنيات. تتروج مجموعة ديال الفيديوهات هادشي اللي كتسول عليه إيمان دكتور مرتقي على واحد التقنية اللي هي خاصة بشد الوجه أو لشد البشرة، اللي هي عبارة على واحد الخيوط اللي كدار، فهي كتسولك على هاد التقنية لمن كتصلاح دكتور مرتقي واش عندها أضرار جانبية، وهذوك الخيوط اللي تيعملهم الإنسان في الوجه ديالو شنو المصير ديالهم هذوك الخيوط دكتور مرتقي؟ ما يسمى بلي فيل تونسور. لي فيل تونسور في مجموعة ديال الأنواع. الفيل تونسور كاين واحد النوع اللي تيت واحد النوع اللي تديرو تحت الجلد، لوبجيكتيف ديالو هو تيكون في واحد الشد صغير شوية ولكن تيساعد على فورماسيون ديك الكولاجين ديال لابو ديال اللي كاينة تحت الجلد. واخا دكتور مرتقي هذه التقنيه لمن كتصلح؟ شكون اللي ممكن يدير هذه التقنيه؟ ليش كتصلح هذه التقنيه؟ بالنسبه لهاد الخيوط هادو اللي اشترت اللي لوبجيكتيف ديالهم هو لا ريجينيراسيون ديال الكولاجين، تنديروا الناس ما تيكونش عندهم داك الترهلات كثيره، يعني اما السيده اللي عندها ترهلات كثيره اللي ما بغاتش دير ما يسمى بالليفتينغ ولا الميكرو ليفتينغ يعني الجراحه، هنا راه تنديروا واحد الخيوط اخرى، واحد الفيل تونسور اللي بيديريكسيونيل، يعني تدخل واحد الجهه وتتخرج من جهه اخرى وتتجر وتطلع لابو وتدير واحد لونو الفوق، واحد تخدير محلي تخشي هذاك لو فيل وتتجر تطلع به، هذا تسمى لي فيل بي ديريكسيونيل، يعني تدير به الشد في العوض، ما دير ليفتين ولا الميكرو ليفتين كثير تخاف من الجراحه تنديروا هذه العمليه. وكاين خويا اللي فيه التونسور الاخر اللي تديرو غير لوبجيكتيف ديالو هو بحال تيفخو شويه الوجه وتيساعدو على الفورماسيون ديال الكولاجين. اييه نعم. من بعد هذوك الخيوط شنو المصير ديالهم؟ كيذوبوا دكتور مرتقي؟ بالفعل كاين هاد الخيوط هادو ديال الكولاجين عندهم واحد 2 ا 3 زون تيذوبوا تيمشيو، وحتى اللي فيه التونسور مع المده حتى هو تيبداو ترخى وتترجع لابو كيما كانت. اييه واحد 4 سنتو. نعم. وعلى ذكر ما هو تجميل يا دكتور مرتقي، تنعرفوا ان شاء الله احنا مقبلين على عيد الفطر، وتنبداو تنشوفوا هكذا تتروج مثلا مجموعه ديال الاشهارات في لي باج مثلا ولا الصفحات اللي هي خاصه بعض مراكز التجميل او الصالونات مثلا ديال التجميل اللي هي خاصه بلي سوان او لا دوك العلاجات ديال الوجه، فبزاف ديال البنات وبزاف ديال الشابات وبزاف ديال النساء تتقول لك غنستغل الفرصه مثلا واحد سوان او لا كان مثلا القيمه ديالو 1000 درهم او لا بمناسبه عيد الفطر داروا له غير 500 ولا 400 درهم ولا اقل، فانا بغيتك اليوم توجههم دكتور مرتقي هاد لي سوان اللي كنسميهم لي سوان دي فيزاج او لهاد العلاجات اللي خاصه بالوجه، اشنو السيده ممكن دير واشنو الاشياء اللي خاصه تحتاط منها، شنو الحوايج اللي ما تحطش على وجهها؟ حنا اولا قبل كل شيء الاخر خصنا التشخيص، خاص المريض ولا الانسان المواطن المغربي يكون واعي. علاش؟ لان خصنا التشخيص ديال الاشياء. حنا تنشوفوا حالات اللي تبقى يرثى اللي تبقى فيها تبقى فينا الحد الزاد، مثلا هذيك الكحول اللي اش كاين ديال بعض النساء ولا الفتيات عند دوك الخالات صغيورين في الوجه، تيمشيو لدي سونتر دو بوتي تقول لها ان هذه راه كيف والو، تبدا تكوي فيها، تبدا تحرق فيها واحد ما عرفتش من تكنيك تيديروا تيحرقوها. انا شفت غير شحال بعد سيمانه شفت 3 و4. اذا هنا بحال تكون عندنا واحد السرطان، اذا كانت السيده غديروا على 60 عام 60 عام، غديروا على 15 عام غتبقى على مشكل ديك الخاله. هنا المواطن خصو يشخص، خصو يعرف اشنو عنده اشنو تنديروا. الخالات راه ما تلعبوش معاهم، الخاله يا يعني اما تدير الاستئصال ديالها يا يعني اما تتخليها عليك ترونكيل. حنا حتى اللازير ليبيلاسيون تنبغيو نديرو ولا كانت عندنا الخاله راه تنديرو فوقها واحد الكرايون ابيض باش ما نقربوش ليها، لان مع المده مثلا الانسان ما تيشوفش، دابا تشوف من بعد واحد 20 30 عام بدينا تنشوفوا حاله ديال سرطان ميلانوم واحد لاج بريكوس، تجي تبحث مع المريضه تتسوى تقول لك لا راه شحال هذيك مشيت واحد السونتر بوتيو كواويه هذيك ديال لا غير خاله ديال الزين غنكويوها هذيك بحال ما هكذا. نعم. لي سونتر سونتي بغات دير ان سوان فيزاج مثلا تحيد لي بوان نوار ما كاينش مشكل، ولكن باش دير دي تكنيك اللي هما ما معروفينش واللي عندهم عواقب وخيمه على الجسم. انا جاتني بعدا واحد المايكاب مؤخرا كلاصاج، شنو هو الكلاصاج الاخت عفان؟ كلاصاج كلاصاج ديال لي ليفر. اييه كلاصاج ديال لي ليفر واحد السيده دارت عرفتي فماره ولا بحال بحال شومبرير. اييه دارت جا فماره من فوق بزاف، نجي تنسول فيها سي لا بيغمونتاسيون، واحد لو بيغمون تيديروه في لي ليفر اييه التوريد التوريد الشفتين، يعني باش الفم اللون ديالو يعني كيتفتح. نعم
شفت جوج ديال الحالات، سيد غات اليوم راجلها غيوصل، طلع تقريبا مشات داتو بلا ما تشاور مع راجلها وفمها ولا قداج من فوق، وسيدة اخرى ثاني بقاو عاد دار دي كيلويد مع دوك الاباري وداك واحد لو بيغمون احمر دارته هكذا، ولا وجهها كله داك كله تنفخ ليها، الشفتين ديالها كله تنفخوا ليها وتورمت، ولا نعم. بحال دي كيلويد يعني خصنا واحد المده طويله واحد العلاجات باهظه الثمن باش ترجع الشفه ديالها عاديه. اذا الاخت عفاف كان من هذا المنبر يجب الاحتياط من هذا الشيء اللي ولا في الانترنت، هذا الشيء اللي ولا هذه، ودوك الانفلونسوز اللي تيجيو هما تيقولوا راه درت ويا راه ما دارتش، تما شوف فين دارت ولا شنو دارت، تيكون نعم عندنا واحد نعم الانسان يكون واعي ما يعطيش وجهه لاي شخص، ما يديرش اي حاجه اللي ما خصهاش دار اللي يمكن مع المده تعطيه مشاكل. نعم، ورسالتك واضحة دكتور مرتقي، وكنتمناو إن شاء الله اليوم أنه هاد الفتيات وهاد الشابات يعني يكونوا واعيات، فهذيك ما يصطلح عليها ولا ما تسمى بالمؤثرة، فهي كتكون واخدة واحد الأجر على هذاك الإشهار اللي غدير لهذيك المادة أو لهذيك التقنية. شنو اللي ضمن لك أنت أنها هي جرباتها؟ خاصك تعرفي أنه هادو بالضبط كيكونوا من أكثر الناس اللي هي كتكون يعني الحيطة والحذر على الوجه ديالها وعلى شعرها، لأن هي كتخدم بيهم، لان يعني بالنسبه ليها راه هي كتعمل بهم الاشهار، فاي حاجه هي كتشك فيها راه ما تتحطاش على وجهها، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش انها تقول لك انت ديريها، لان هي واخده عليها واحد الاجر. فهذا الشيء وخصوصا كنشوفوا بنات عندهم بشره حساسه، عندهم حب شباب، ما يمكنش تلعبي مع الوجه ديالك، ما يمكنش تلعبي مع الشفتين ديالك او لا مع الشعر ديالك نهائيا. فتنسمعوا داك المثال اللي كيقول دكتور مرتقي، جات كحلها عماتها، فبزاف ديال البنات تيتقوا في الفخ ولا ما تيتيو في الكرش انت تشبع تقول راه غني. دابا السيده جات عندي تخيبيزي والله العظيم تخيبيزي، مشات تدير فما هذاك الشيء الصوب، لا لا كورتي سي بارون، مشات لا شنو كاينش، انا ما عرفتش هذا لو تيرم كلاساج، بعدا قالت لك كاينش لقشت دو فوا لا سيمين كان البيز ما كنت نسمع هذا لو تيرم، قالت لك لا راه واحد لو بيغمون باش نحمروا تيديروا في صالونات جميل، اييه تيديروا بزاف في صالونات جميل، كوري ترونجي ما فيه ما كاينش دراسه ما كاينش بحوث ما كاينش ديزيرسي بلاسيب، والناس قراو وبحثوا وعرفوا شنو هو هذه. إذا أنا نعم الاحتياط من هذه الأشياء الأخت عفاف. نعم، وخصوصا بالعكس حنا تنقولوا لما هكذا نكونوا مقبلين على شي مناسبه، سواء عيد سواء مثلا شي فرح او السيده عندها شي مناسبه، ما تعمليش هذه التقنيه وتجربيها لاول مره. تتخيل ان السيده مثلا عندها عرسها او لا عندها المناسبه ديالها ولا عندها خطبه، وتمشي ديرها التقنيه يتنفخ لها الوجه ولا يتورم، وهي ربما غير ايام قليله وعندها المناسبه، فتخيلوا بعد الحاله ديالها كيفاش غتكون. فنتمنوا رسالتك تكون واضحه هذا الصباح دكتور مرتقي، وحنا غادي نرجعوا دائما نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه مباشره على ميد غاديو، توقفوا مع فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا. احتفاء بشهر رمضان الأكرم، تنظم إذاعة ميد غاديو مسابقة في تجويد القرآن الكريم لفائدة المواهب في فن التلاوة والتجويد من فئتي الذكور والإناث، سواء في القراءة المغربية أو المشرقية. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. موعدكم مع المسابقة صباح كل يوم أحد ابتداء من العاشرة صباحا إلى الزوال. احتفاء بشهر رمضان الأكرم، تنظم إذاعة ميد غاديو مسابقة في تجويد القرآن الكريم لفائدة المواهب في فن التلاوة. متابعينا الكرام على ميد غاديو، دائما الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم صحة وسلامة، هذا الصباح مع دكتور عبد الله مرتقي طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر، وحلقة مفتوحة فيها كنجاوبوا على جميع أسئلتكم. تواصلوا معنا من خلال الأرقام 0522 46 52 51 أو 52 أو 0522 88 00 60 61 أو 62. غادي نمشيو ناخذوا معنا في أول مكالمة ونستقبلوا مريم على الخط معنا من تازة. مريم صباح الخير، معنا مريم. السلام عليكم على الله، واشكركم. وعليكم السلام ورحمة الله علينا وعليك مريم. السلام وشكرا على هذا البرامج. العفو، مرحبا. بغيت نسول الدكتور عافاك، عندي ثلاثة ديال الأسئلة بغيت نسول الدكتور. أيه مرحبا. نعم. عندي واحد البنيته في العمر ديالها 12 سنة ونص، وخرج فيها واحد الحبوب في الوجه ديالها،
وخرج لها في الظهر ديالها وفي العنق ديالها، وفي الاول كان هي رقيق ودابا ولا غليظ وكيحرقها وكيقيح من الراس. بغيت نسول الدكتور الا سمحتي. اييه ودابا بغيت نسول الدكتور يوجهني شنو ندير، شنو ندير لها؟ ما درت لها والو، عاد كيحرقها وكيقيح دابا ولا غليظ ولا كبير. شحال باش عندها دابا؟ شحال مده باش عندها دابا؟ هادي شي 6 شهور فاش خرج فيها. كان كيخرج في الاول كيخرج وكيمشي، كان هي رقيق غير هكا في الصنطيحه الفوق. دابا ولا لها في الدات ديالها، يعني في الصدر ديالها، في الظهر ديالها، ولا كثير كيحرقها. عندها ديكوان واحد، عندها ديكوان واحد في وجهها؟ لا ما عندهاش. والحبوب كي داير؟ شنو حمار ومقيح ولا شنو؟ ولا كي داير؟ كيكون حمر، وفي التالي ملي كيبغي هكا ملي كيبغي يمشي كيولي داك لي طراس ديالو كحل. وعندها في الظهر وظهرها؟ عندها حتى في ظهرها، ظهرها عندها بزاف، ودابا ولا كيخرج لها حتى في النيف ديالها، في القدام، في الصدر ديالها، وكيحرقها دابا ملي كيكون مقيح كيحرقها. جات العاده الشهريه؟ جات العاده الشهريه ولا مازال؟ لا مازال دكتور، مازال ما بلغاتش. وجهها ميتب ولا ناشف؟ وجهها ناشف. ماشي ميدم وظهرها وداك الشيء؟ لا بحال الشعر ديالها كيتيدم، شعرها كيتيدم بزاف. وكانت عندها قشرة زايدة في الشعر ديالها، ميدم هذيك القشرة. اييه، وهذا غيكون في غالب الأحيان. هذا عندها حب شباب، بداها حب شباب، في اللون ديالها بجبتها ياك أختي، الصنطيحة ديالها بجبتها. بجبه، واه، جبهتها جاها في اللون. هذا غيكون في غالب الأحيان حب شباب، خصك تنقصي لها من الزبدة البيض والشوكولاتة وهذاك الشيء ديال المواد الدهنية، وتحاولي تعطيها الدواء ديال، تحاولي تشوفي الطبيب باش تعطيها الدواء ديال حب الشباب، ما يخلي لها هذوك الأشياء. خاصها تبدا الدواء. اييه. إن شاء الله. نيشان ملي كتنقص هذا الشيء ما كيبقاش كيف ما كان في الاول. ملي كتنقص هذا الشيء ديال المواد الحافظه، حتى التغذيه عندها علاقه مريم. اي حتى التغذيه عندها علاقه. نعم لا لا. واخا شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بغيت نسول الدكتور. انا تحرقت رطقات فيا الكوكوت في 2011، ويعني كنت عالجت وبرات لي وبقات لي في جهه الكتف ديالي، بقى لي اليد ديالي هكا لي طراس ديال الحراق، وبريت. ومن بعد ما درت العلاجات الاوليه مشيت التجأت لواحد الطبيب ديال الجلد، كان كيدير لي حقن هكا في ديك البلاصه، كانت عندي كحله وكانت غليظه، كانت عندي غليظه ديك البلاصه ديك لي طراس، وكنت كندير فيها كان كيدير لي فيها الحقن، وكنت الحمد لله كانت مزيانه ما كتحرقني ما والو. دابا هاد السنه هادي ولات كتاكلني وكتحرقني وبحال اللي كتكمش لي ديك البلاصه. بغيت نسول الدكتور. انا الاطباء نصحوني يعني ندير لها عمليه، ولكن تخوفت بزاف. بغيت نسول الدكتور ينصحني شنو ندير لها. وهو على حسابك كيفاش بدا؟ باش دابا رجعت بدات تقصاح ثاني، بدات تقصاح ثاني ولا شنو؟ ولا مكمشه ولا بحال بدات كتقصاح وكتاكلني، وما كنقدرش نغطيها هكا بالحوايج، ملي كنغطيها كتسخن وكتاكلني. وهو من الاحسن نرجعي للحوقه اللي دار لك الطبيب اختي، من الاحسن ترجعي للحوقه ياك دكتور. ان شاء الله. وبغيت نسولك يا دكتور على عندي النقص ديال فيتامين دي، الاظافر ديالي والشعر ديالي عرفتي اظفاري كيتهرسوا بزاف، والشعر ديالي عرفتي من القدام خوالي الشعر بزاف، كنستعمل الدواء ديال فيتامين دي. وشعرك طيب ياخذ فاسيت هذا الصوره؟ ما كاينش غير فيتامين دي، راه كاين مواد اخرى، كاين لاثيروين. لا درت التحاليل دكتور ولقاوه هو اللي عندي ناقص، كل شيء عندي مزيان. لقيت هو اللي عندي، كان عندي 12 في شهر 7، دابا لقيتها درتها قبل رمضان لقيتها 16. كاين الكواط حتى هو، درتي ديال الكواط حتى هي؟ درتها درتها دكتور، درتها واحد الغده الدرقيه درتها. درتي الخزان ديال الحديد حتى هو؟ درتي الخزان ديال الحديد؟ درت هو. لا ما عنديش الحمد لله، كلشي قالت لي الطبيبه مزيان. فيتامين دي اللي قالت لي عندك ناقص. ودابا الظفار كاش تيتهرس ولا تيدي دوبلا من تيوصلوا الفوق؟ دابا الظفار يا دكتور كيمشيو كيتعزلوا هكا، الفرقه على اختها كتمشي وكيتهرسوا، عمر ظفاري ما كيكبروا، عرفتي فاش ما شديت كيبقاو ظفاري شادين، يلصقوا لي هكا في الحوايج، اي حاجه كان هكا فاش ما شديت كيلصقوا لي ظفاري. وخذي لو زانك، خذي لو زانك والفيتامين وسميتو لاسيستين بي 6، كاين واحد الادويه فيها لو زانك ولاسيستين بي 6. بالنسبه للشعر من القدام خصك تشوفي الطبيبه ديالك، كيف يكون عندك المشكل ديال الهرمونات. شحال السن ديالك اختي؟ عندي 35 سنه دكتور. وشعرك تاتي ميدم؟ شعرك ميدم ولا ناشف؟ لا شعري ناشف دكتور، ما ميدم، شعري ناشف. في العائله شي واحد طاح ليه الشعر؟ كيطيح، كاين الاخوات ديالي عندهم نقص ديال فقر الدم كيطيح لهم شعرهم. وفي الرجال شي واحد طلع من القدام، خوت ولا اخوالك ولا عمام ولا شو؟ كاينه واه، كاين عندهم الصلع واه، كاين خوالي وخوتي. شوفي اختي انت
انت تاخذي شي منع الحمل ولا شي حاجه ولا شي ادويه تاخذي؟ لا ما كناخذ حتى شي حاجه ديال منع الحمل، لا ما كناخذ والو. والعاده الشهريه عندك مقاده مزيان؟ لا ما مقاداش يا دكتور، كان مؤخرا كان عندي واحد التهاب الوالده وكنت متبعه الدواء، كنت متبعه الدواء دابا حاليا مازال ما تريقلات لي مزيان، راني عاد متبعه عليها مازال ما تريقلات. الوقت بالنسبه للاظافر غتاخذي بزاف وتاخذي لاسيسين بي سي، بالنسبه للشعر راه غيعاونوا حتى مع الشعر، وتشوفي تشوفي الطبيب اللي يكون عندك شي مشكل هرموني فطيح لك الشعر ان شاء الله. انا كنستعمل، هو عطاني غير داك الكبسولات ديال زيت الكبد الحوت هو اللي عطاني فقط، ما عطاني حتى شي حاجه اخرى. كنستعمل دابا 10 شوفي الجيني كود ديالك راه سيدي كان عندك شي مشكل هرموني واش طيح لك الشعر ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لكم بزاف تخصص... وسمحوا لي بزاف. شكرا لك مريم. دابا التخصص اللي خاصك تمشي ليها مريم هو طب النساء والتوليد، هذا هو التخصص اللي خاصك تمشي باش يدير لك التوليد التحاليل. من الاحسن انه دابا هذا المشكل اي نعم، فتوجهي التخصص ديال طب النساء والتوليد ربما يشخص لك المشكل اللي عندك بالضبط مريم، ونتمنوا لك ان شاء الله الصحه والسلامه. شكرا لك مريم، تواصلتي معنا من تازه. هذه المساله ديال الحروق اللي تيسولوا عليها بزاف ديال الناس دكتور مرتقي، وكاين بزاف ديال الناس اللي وقعت لهم حوادث في شهر رمضان اللي هي خاصه بالحروق. هذه المساله ديال الحرقه مثلا الوقت اللي كتقصح، وبزاف ديال الاطباء ربما تيشوفوا في بعض الحالات انه خاص العمليه. انا اللي بغيت نسولك عليه فوقاش في الحروق كتلجؤوا للعمليه، كتقول هذا السيد ولا هذه السيده نتيجه هذه الحرقه خصو يدير عمليه؟ لا هو شوف الاخت عفاف، كنصيحه لله، ملي تكون لا كيلويد يعني بلاصه الحرقه براس قاصحه مرده كيلويد سو با فير لوبيراسيون. علاش؟ لان واخا نديرو لوبيراسيون ترجع كاين واحد لو ريسك ديال 80% انها تتبرد مثلا قاصحه ولا قصح كيما كان. اييه لا غريف دو بو والجراحه نديروها في الاول ملي تيبان لنا لابو راه تعطلات باش تبرا، وديك الجرحه وديك الحرقه راه حمراء ومزيانه ولكن لابو ما بغاش تجمع، يعني ما يسمى اي با ايبيديرميزاسيون، يعني ما بغاش تجمع. هنا تنقدروا نديروا الجراحه، تنهز واحد المورسو من واحد من الفاخذ وتنديروه في هذيك البلاصه. ولكن تتبرى لي انا لاكيلويد، ما يسمى بلاكيلويد وهي الجرحه برات قاصحه مرده، هنا راه كاين لي زانفلتراسيون، كاين لا كومبريسيون، كاين دي زانجيكسيون جوج نوع، يا اما لاكيلكورتيكول لا بليوميسين تنديروهم دي زانجيكسيون باش تهبط هذيك الجرحه. اما باش انا عندي كيلويد لا في الودن ولا مباس الحروق ولا غنعاود نفتح ليك ونخيطها ولا نعاود ندير فيها، راه غترجع لواحد 80% غترجع اكثر، غادي نكسوها. داكشي علاش حتى بدات تتحرق، راه هي قالت وليت ولا مزيان مع البراوات وليت مزيان. دونك دابا ملي بدات ترجع لاكيلويد ترجع تعاود دير الاباري ديالها، راه غتهبط هذيك الحرقه غتهبط وغترجع عاديه. نعم، في مكالمة أخرى دائما ناخذ معنا من بعد مريم من تازة، هذه المرة معنا زهرة على الخط من سلا. لالا زهرة صباح الخير. السلام عليكم اختي لاباس، كلشي بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله زهرة، مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي عفاف، ليك والدكتور كامل ان شاء الله. شكرا، عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة زهرة، تفضلي. اختي عفاك بغيت نسولك على حجباني، دابا انا عندي واحد البقعة بيضاء هذه سنين. اييه اييه زهره، فين بلاصه بالضبط في الحجبان ديالك؟ في الجناب؟ في الجناب اللي على برا ولا لداخل؟ لا لا لداخل، لداخل واحد البلاصه باينه بيضاء، هي فيها الزغب نايض ولكن بيضاء، هذه سنين وانا كنعالج فيها مازال ببطء، كنقول للطبيب هذه مهم. دابا الطبيبه كنتبع معاها دابا الجلد، عطاتني واحد بوماده فرنسا، المهم ما يمكنليش نذكر السميه ياك. الاسم زيرو ا 0.1 ولا 0.3؟ شنو فيها 0.1 ولا 0.3؟ اي 0.1 صافي، راه عرفها دكتور مرتقي. اي عطاتني هذا في الليل، هذه في الليل، وعطاتني وحده في الصباح ديال وحده من اسبانيا ديال ديك رخيصه ديال 2 أورو ولا شي حاجه ياك. ديالاش ها دكتور؟ تدير شي 2 أورو، شي 2 أوروات ولا 3 ولا 4. رخيصه في الثمن ديالها. المغرب، لا هذه من المغرب، هذه كناخذها من المغرب. اييه واخا من المغرب، ولكن المهم زعما الصنعه ديالها اسبانيا، واللي من فرنسا هي اللي تصفى على واحد. ايوا دابا ما فهمتش هادشي، واش مع جايين في بلاصه في حجباني باينه ما عرفتش. واخا اختي وانا انا كنت والشعر، الشعر ديالك بيض ولا شعرك حل؟ انا الشعر ديال الحجبان. لا الشعر اللي في 13 البيضاء. بيض ولا حل؟ بيض بيض الشعر بيض. اش خصات لك الطبيبه؟ اش قالت لك المرضى؟ شنو قالت لي؟ دابا داك الاله ديال اللي كتعطي اللون
بحال حبسه حبسات لك اعصاب تقليقات شي قالت لي ولكن اشنو التقليقه انت تزاديتي بها لا هادي ما تزاديتش بها سبحان الله هادي دابا ملي دابا انا مجوجه دابا هادي تبارك الله شي اكثر من 16 عام ملي بداتني من الثانوي كنتقلق شويه وهذا انا كنتقلق فعلا كنتعصب بداتني من تما كانت باينه بزاف بقيت كنمشي من طبيب الطب ما كنكملش دابا خديت بديت كنهضر اخر طبيبه دابا انا معاها ماشيه معاها صافا شويه ولكن ما باش كتنوض الزغبه كحله يعني مده طويله يقدر ما نعرفش دارت لك هذيك لا ليمير هذيك الضوء داك الزرق شي شومبر نوار وقلبها داك الضوء الزرق لا ما درتها ليش لا عادي كتشوف غير بعينيها وقلبات كامله عرات كامله قلبات كامله ما عندكش شي طاش في بلاصه اخرى ولا انت عندك شي طاش في بلاصه اخرى عندي طاش في بلاصه واحد بلاصه حساسه وقالت لي قالت لي عندك غير بحال اكزيما بحال هذه قالت لي هذيك عطاتني غير بوماد ليها نطاق هذيك براس ولا بقات هي بيضه ولا شنو لا تكمشات كانت واسعه وبدات كتكمش قالت لي هذه سهله باش تصايب قالت لي هذه اللي في حجبات اللي عندك الصعوبه حيت هي في الشعر وفي العائله ديالكم عندكم شي مشكل ديال الطاش البويض في العائله ولا غير لا كاين واحد خويا كنتقلق خويا كاين الواليد خوك اش عنده عنده بحال برص في يديه ماشي بحال ديالي انا عندي في الشعر هو عنده بحال في يديه نعم واخا زهره ان شاء الله مع الطبيبه ديالك هذه حاجه اخر حاجه اللي عطاك استرخي عفاف اخر حاجه جوج حوايج حاجه وحده الشعر عندي كيطيح عندي الشعر دهني وكيطيح ليا كندير داك جوج فمية ولكن ما كيعطينيش واحد بزاف هذا والسؤال الاخر هي واش يمكن لي ندير ديتارجان في الليل انا عندي بشره حساسه واش ممكن ندير ديتارجان في الليل واخا يجوبك ان شاء الله دكتور مرتقي واخا زهره مرحبا زهره شكرا ليك تواصلتي معنا من سلا نبداو اول حاجه بهاد لاطاش اللي عندها في الحاجب ديالها دكتور مرتقي وهي قالت بلي هذيك البقعه فيها الشعر والشعر اللون ديالو ابيض يعني في الحاجب ديالها كاين شعر ابيض شنو شكيتي يا دكتور مرتقي شنو الاحتمالات اللي تقدر تكون كاينه هو في غالب الاحيان دونك ملي تتقلبها بلاجمير دو ووز لا شومبر نوار تتشخص لك بان واش براس واش برص فيتيليكو واش برص او لا غير انطاش ايبوكروميك يعني غير الميلانين اللي ناقصه ولكن في غالب الاحيان اخت عفاف تيكون شعر ابيض راه في الاحيان تيكون برص تيكون سيغمونتي تيكون ليميتي يعني غير في هذيك البلاصه اذا مادام الحمد لله عندما تتكبرش ومحبوسه وشي مره قالت لك راه شعر فيك حاجه هذا راه شي مزيان راه علامه مزيانه الدواء اللي عطاتها الطبيبه راه مزيان هذاك الدواء ديال برا لاموريكي اف 504 اللي هي اللي فيها 01 او لا ديال اسبانيا غيكون استساب الان كورتيكويد دونك تبعوا راه ان شاء الله مع الوقت يرجع لنا تحاول وتحاول تعاون بالفيتامين عن طريق الفم لاسيستين والزنك باش تعاون لابو ديالها باش يرجع عليها الميلانين عادي في هذيك الفاز غير هو راه فيه تعقد اييه مساله اخرى ايضا دكتور مرتقي تكلمات عليها وهو الشعر ديالها دهني وتيطيح شنو تقدر هنا شنو تنصحها دكتور مرتقي ملي تيكون عندنا الشعر دهني يعني عندنا لي بيرسيبوري يعني ديك الغده تخدم بزاف هنا تيكون في غالب الاحيان مشكل هرموني يعني ليبرسيبوري هي من العلامات ديال المشكل ديال الهرمونات اللي تكون تشتغل بزاف يا يعني اما لا تيستوستيرون تشتغل بزاف او لا تكون عند نقص لا برولاكتينيميت هي تشتغل بزاف اذا كان نصيحه الاخت حاول دير واحد البيلون هرموني نشوفوا الهرمونات ديالها كي دايره وبالنسبه لهذاك الدواء اللي عطاتها الطبيبه ديال 2% وتبعوا او ميم طون تاخذ ادويه اخرى اللي فيها لاسيستوستيرون باش تعاون لها الزغبه ديالها نعم وسولات على البشره ديالها هكذا الانسان اللي كان عنده بشره مثلا ناشفه ولا بشره حساسه واش ممكن انها تستعمل زيت ارغان في الليل زيت ارغان ما تنصحش بزاف لانه سنوتي اوكسيدا لان مع الوقت يقدر يسمر الوجه بون اذا ما قدرتش ديروا ولكن تحاول عندك الصباح تغسل وجهك مزيان دير الماء والصابون وترغوي مزيان تغسل مزيان ودير الفرن كل ساعتين باش ما يسمرش لوجهها غالب الاحيان هاد الزيت هادي راه ما تتنشفش لابوم زيان ما تترطبش لابوم زيان راه مع الوقت تتنشفها اييه نعم ناخذ بحنا جميله على الخط هاد المره من بعد زهره نعم دكتور مرتقي سو سون دي ميديكامون هيدروفوب سو سون دي ميديكامون اللي تيهربوا الماء ما تيجربوش الماء لكن لي كريم اللي سون هيدروفيل يعني هيدروفيل تيجروا الماء هي باش يرطبوا لابوم وكاين بحال هاد الزوج هادي اي سون هيدروفوب يعني تيهربوا الماء من البشره
وهي راه غيبان لك الاولى راه وجهها تجمع وتبري، ولكن مع المده راه غيتشف لها وجهها، ويقدر ما امكن لك بصح ما تغسلوش يسمر لها وجهها. نعم، وهذه نصيحة ذهبية بزاف دكتور مرتقي، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم بشرة ناشفة وبشرة حساسة، فدائما قلبوا حتى في الكريمات اللي كتستعملوا على وجهكم اللي تكون غنية بالماء ماشي بالزيوت، فهي اللي كتكون أكثر أمان للبشرة ديالكم. وكيف ما شار دكتور مرتقي، حتى زيت أرغان في الفترة هذه بدأ شوية كترتفع درجات الحرارة والحمد لله الأشعة ديال الشمس، فممكن يعطيكم اصمرار، يعني كتستعملي زيت أرغان يعني بغرض الترطيب، فكتفاجئ أن الوجه ديالك تيبدا غادي وتيسمر، يعني اللون ديالو تيتبدل. غادي ناخذ معنا جميلة هذه المرة من مدينة الدار البيضاء. للا جميلة، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جميلة دير اختي عفاف، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. عواشرك مبروك يا جميلة. الله يبارك فيك اختي عفاف، كنشكرك بزاف اختي، كنستافدوا بزاف وكاع. العفو، مرحبا اختي. الله يخليك، انا بغيت نسول الدكتور، انا عندي بنتي عندها 22 سنة اختي. هذه ثلاث ايام نظفيها، تفرق عليها واحد بحال الحبوب مي ما عندوش الراس، درها وفي ظهرها وفي عنقها. ما عرفتش هي ديجا كتشرب الدواء ديال الاكتئاب. ايه نعم. ودابا وهي مره كتشكو، ما عرفتش شنو، لا ممكن تفيديني. واخا، غير شرحي جميله للدكتور مرتقي، شرحي لي الشكل ديال الحبوب كيفاش داير. بحال هو احمر، اللون ديالو احمر، ولكن وما عندوش الراس، بحال الحزاز، بحال شكل الحزاز. هو كاين شي وحدين كبارات وكاين شي وحدين صغار، بحال الحزاز. يحك هذا تحكو ولا ما كتحكو شويه ماشي بزاف، مره كتحكو. هو احمر وكان غيش، وفي البارح كان غيش شويه، وبالليل تفرق عليها بزاف. عندها حتى في وجهها وصدرها وداك الشيء ولا غير فين عندها بالضبط؟ عندها في عنقها وفي صدرها وشويه في ظهرها، واللي عندها بزاف هو في الصدر ديالها، هو اللي عندها بزاف. انا شفتي شفتها قربتي لها، ما دايرهاش شي راس بياض، شفتها فين دايرين شي راس بياض ولا شي حاجه؟ لا، كلهم حمرين هكذا مردين. مردين بحال عندك الناموس، بحال شحال بحال شحال الحجم ديالهم، قداش تقريبا؟ بحال العدسه ولا بحال بحال هكا، اكثر شويه من العدسه، اكثر واحد شويه. هادو ديال الاكتئاب تاخذوا مده طويله؟ كتاخذوا صافي دابا شي 4 عام. لا بدلات هو الشنيز ولا بدلات وهادي شي شهر ولا بدلات الدواء؟ لا ما بدلاتوش، لا وداك عامين باش بدلاتو. وتاكل بزاف المواد الدهنيه، الخضار، الشوكولاته، الفرماج، الحليب، كتاخذ الحلاوه. كتاخذ الحلاوه. هذا في غالب الاحيان اختي تيكون سيتين بوسي داك لي مع لي زونتي ديبريسورات الادويه ديال الاكتئاب زائد الدهنيات، تيديروا هذه الحالات هذا ديال هذا الاكتئاب، ما تكونش فيها الراس، ما تكونش لي بوان نوار، تسمى اكني انفلاماتوار، حب شباب التهابي. اذا من الاحسن خصها تاخذ واحد الادويه عن طريق الفم مع واحد الدواء باش يكرم لها هذاك الحبوب وما يخليش لها لي سيكاتريز اختي. نعم، يعني هذه تكون حاله من اييه، كتكون حاله من الحالات بالنسبه هكذا للناس اللي تياخذوا الدواء ديال العلاج او جينيرال لي زونتي ديبريسور ديال الاكتئاب. لي زونتي ديبريسور معروفه، ديبريسور لي زونتي تيبيكيلو ديال تيبيكيلوس هما ديال داء السل، هادو ادويه اللي معروفه انها تخرج حب الشباب، معروفه هذه عند اطباء الامراض الجلد. اييه، فاذا كتعطيو ادويه معاها ما كتاثرش دكتور مرتقي بحال مثلا اللي سجل عندكم على ودات الحبوب؟ أيه. بالفعل ما قادرش نحسوا لها الدواء ديالها لان بوغا تكون عندها مشاكل اخرى. كاين كاين واحد الادويه ما تنقدروش نعطيوها اللي كونتر انديكي، ولكن كاين ادويه اخرى، كاين بديل ادويه اخرى اللي تنعطيوها اللي تتمشي مع الدواء ديال الاكتئاب وتعطي نتائج ممتازه. اييه نعم، وبحال مثلا هذا النوع ديال العلاجات دكتور مرتقي اللي كتطول، يعني بحال دابا وتبارك الله مازال شابه يعني في 22 سنه والمشكل ديال الاكتئاب هذه 4 سنين باش كتاخذ العلاج، بدلات لها ربما الطبيب ولا الطبيبه العلاج ديالها هذه عامين، هذه الادويه اللي كتكون المده ديالها طويله دكتور مرتقي شنو يقدر يكون التاثير ديالها؟ هو على حساب كل تخصص، هو خصنا نعرفوا بانه اي دواء عنده لي زيفي سكوندير، هذه راه معروفه، اي دواء خديتي راه عنده لي زيفي سكوندير، ولكن الطبيب المتخصص هو راه تيعرف، راه تينصح المريض، تيقول لي شنو هو لي زيفي سكوندير ديالو، شنو هما كاين الادويه اللي تنقدروا نحبسوها، كاين الادويه اللي ما تنقدروش نحبسوها، راه حنا تنعطيوها ادويه اللي تتمشي معها، بحال باغ اكزومبل الناس اللي عندهم الله يسر ليبيليبسي،
راه الادويه ما تيحبسوهاش. صراحه كاين بعض الادويه نعم. ديال الامراض الجلد ما تنقدروش نعطيوها ليهم، لان سين فوتوغراف، دونك تنعطيو واحد الادويه اخرى اللي تتمشي مع الادويه باش ما نحبسوش هذاك، وتسمع تريتمون فيتال. اذا حبسوه تيدير لنا مشاكل كثيره، وفي غالب الاحيان ملي تنوحلوا راه تنعيطوا، تنهزوا التليفون تنعيطوا للطبيب، هذا المريض راه عنده. شي مرات يقول لك يقدر يحبس واحد الشهر تيولي مزيان ويرجع ليه، شي مرات تيقول لك لا ما نقدرش نحبسو، لا حبسو راه غايوقع وغايوقع. بارفوا تن سو كونتونت، يعني تنعطيو غير الدواء المحلي باش تنشرشيو. وحنا دائما تنشرشيو لو كونفور ديال ذاك المريض، باش المريض ولا المريضه تشوف وجهها في المرايه، بتشوف واحد هي ديجا عندها الاكتئاب وتشوف وجهها عامر حمود، داكشي تيزيد ليها. اذا تنحاولوا ما امكن نعطيو واحد الادويه، الا كانت الدواء عن طريق الفم ما نقدروش نعطيو، راه تنعطيو ادويه محليه اللي تتعطي نتائج مزيانه. سينو دابا الحمد لله بالنسبه للاكني وهاد الادويه راه ولات ادويه، ولات لا ليمير فيزيبل، ولات لا ليمير بلو، ولا واحد لازر اللي تيعطي نتائج ممتازه. أيه نعم. غادي نمشيو ناخذ معنا في اخر مكالمه هذه المره عبد اللطيف على الخط من مراكش. عبد اللطيف صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير اختي كثير بخير. الحمد لله، مرحبا بك عبد اللطيف. لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله، اهلا وسهلا. دكتور كي ديال لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، شكرا. خويا انا عندي واحد المشكل، عندي شعر بيض في الراس. وما ماينادش بلاصه زعما يد الشعر كامل، وكل بلاصه يد فيها شي شويه تقريبا بحال هكا. كيفاش كان ديما كنتي هكذا ولا كان شعرك بزاف؟ لا كان شعري كحل انايا، بدا بشويه بشويه يطير الشعر ابيض. اها دابا شنو اللي وقع؟ واش عندك شعر ابيض ولا شعر ما عندكش كاع؟ ما عندكش؟ لا عندي الشعر الزغبه بيضه بحال قلتي الشيب. عندك الشيب بحال الشيب ديال الدار. شحال عمرك عبد اللطيف؟ 32 سنة. وعندكم في العائلة اللي شعرهم بياض؟ الوالد شعره بياض صغير وبياض ليه شعره ولا غير أنت؟ لا غير أنا. يعني خوتك اللي كبار منك ولا اللي صار منك عاد أنت ماشي ولا غير أنت؟ أنا بزاف، هما تقريبا كل شيء شوية، أنا بزاف عليهم. حجبانك هما بياض ولا حجبانك باقيين كحل؟ لا تما باقي صغار، تما باقي صغار. اسمح لي. لا الحجبان ديالك؟ لا الحجبان فيهم الشيب ولا لا؟ لا الحجبان لا الحجبان لا. يلا صافي. غير الشعر دابا شحال تقريبا لما تعطيني الكاز مثلا لو بورسونتاج، شحال الشعر ديالك اللي بيض؟ شحال 60% 50 20 30%؟ شحال بحال هكا تقريبا؟ شي 40% تكون. 40% كلها بيض؟ نعم. وانت مقلقك من الناحيه النفسيه؟ مقلقك بزاف. اي ما تيبقى تقول لي بعض المرة، ما تقول لي الدراري في الدار شعرك بياض ليك، شفتي تيقول لي الدراري؟ شكون تيقول لك الدراري؟ شكون؟ المدام ولا شكون؟ صحابك ولا شكون؟ المدام هي تقول لي براسها. ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. واضح عبد اللطيف، وهو بزاف ديال الناس ربما دكتور مرتقي. نعم دكتور مرتقي، المجتمع ديما المجتمع وخاصه في الكوفيد. راه بسبب المجتمع، راه فعلا لو ان الانسان ما كانش كيسمع دوك الملاحظات او لا كان ممكن يتقبل راسه ويعيش وهو مرتاح، لكن تيبقى الملاحظات من عند الناس اللي معاه في الدار، ومن عند الناس اللي برا الدار، ومن عند الناس اللي معاه في الخدمه. شوف راك شبتي، شوف شعرك ولا فيك شي بزاف، وليتي كتبان كبير، كتبان كبر من العمر ديالك. اللي شاف شعرك يقول بحال عندك كذا وكذا، وانت يلاه عندك كذا وكذا. فربما هاد التعليقات اللي ما تيسلموش منها هاد الناس هي اللي كتخليهم ما تيبقاوش راضين على بزاف ديال الحوايج اللي في المظهر ديالهم ولا في الشكل ديالهم. بالنسبه للشيبه دكتور مرتقي، كيفاش كتعاملوا معاه بكل صراحه؟ واش كاين علاج ممكن يحبس او على الاقل يوقف الشيب؟ لا هو مثلا تيبان واحد لاج بريكوس، واحد السن اللي ما خصوش يبان فيه. مثلا كاين دي زونفون عنده 12 عام 10 سنين تيبان ليه مشي. هنا اوني اوبليجي اننا نديرو واحد التحاليل ديال الدم، خاصه تنديرو لوكويفر اللي عنده واحد الدور مهم باش يعطي اللون، تيخلي الزغبه. اذا النحاس، ماده النحاس، النحاس والسيلينيوم. السيلينيوم هو عنده دور مهم. هنا تنديرو واحد لي زونفون صغار، ولكن تيكون داك الشيء وراثي. السيد عنده 40 الى 40 طون وعنده فراك الخوت وما عندهم شعر، وداك الشيء هو الشيب ملي تيبان في لاج صغير راه باثولوجيك، يعني ماشي عادي. الشيب فيه بزاف العوامل، في المشكل ديال الوراثه، في المشكل كيفاش كان الاكل ديالك من كنتي صغير، واش تاكل هذيك المواد اللي غيش او نوتي اوكسيدون، وما بينات هذاك المواد الملونه كذاك اللفط الحار الباربا، وكاع الاشياء الملونه كلها تتعاون الشعر
انه باش باش ما يبيعش. ولكن ملي تيمد لنا الشيب ناضت هنا راه مايمكنش نرجعوها كحله، راه امبوسيبل، لان صافي الميلانين الخلايا اللي تعطي الميلانين ماتت ما بقاتش. هنا كاين مشكل ديال ليستيتيكمون، يا اما تباغا ولا يدير شي برودوي ولا شي حاجه، ولا كاين لي شامبو، راه كاين لي شامبو كولورون، كاين واحد لي شامبو اللي تغسل به وتيكحل لك الزغبه. اييه اذا بالنسبه للاخ مدينه مراكش يحاول ما امكن يعاون بالاكل ديالو باش يبقى لي هذيك 60% اللي باقا عنده كحله ما تزيادش، يحاول ما امكن يدير واحد الكيو ديال الكويبروسيلينيوم يديرو مع الاقل واحد 3 شهور واحد الادويه. اذا حقن ديال ماده النحاس والسيلينيوم كيتحقنوا في الشعر، يحقنوا في الشعر ولا ياخذهم عن طريق الفم، ادويه ياخذها عن طريق او عن طريق الفم. اييه يدير واحد لاكيغ ديال 3 موا باش يحبس لي الشيب. وبالنسبه للمشكل الحوايج الاشياء اللي بيضت، راه الا ما بغاش يدير مثلا الاشياء الاخرى اللي تتلون، راه كاين دي شامبو كولورون، يعني وكاين واحد الشامبو تغسل به ملي تتسالي تتمشط يدير لك زغبه كحله. اييه وكاين حتى دي سبراي او رشاش مثلا، كاين رشاش اللي ممكن يستعملو الانسان. بالفعل كاين سبراي تديرو حتى هو تيرد شعر، كاين واحد البودر تديرو هكا وتدهن به تدير به شويه الموت على شعرك يولي شعرك حل، ولكن هذا الزغبه ملي تبيض. ولكن بور بروتيجي باش نحميو انه ما يبيضش لنا الشعر، راه خاص هاد الاشياء تبدا اناج بريكوز، لاج من الصغر وانت تدير هاد الاحتياطات باش ما يبيضش لك الشعر. اييه واضح وشكرا لك بزاف دكتور عبد الله مرتقي، طبيب اختصاصي في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. شكرا جاوبتي على التساؤلات ديال المستمعين الكرام، وشكرا لكم انتم مستمعينا الكرام على حسن الوفاء والمتابعه. كنتمنوا ان شاء الله تكونوا دائما في كل حلقه كتستافدوا معنا. موعدنا غادي يتجدد معكم في الحلقه ديال غدا دائما من خلال برنامجكم صحه وسلامه. هذه عفاف ماجد كتحييكم وتنقل لكم كذلك تحيات زميلتي مجدولين علم الادريسي، مشكوره رفقتني هذا الصباح في الاخراج، والشكر موصول كذلك لهشام بزروال اللي هو مسؤول الحلقات. وإن شاء الله الحلقات كاملة ديال برنامج صحة وسلامة كتبقى متاحة من خلال القناة الرسمية الميد راديو عبر يوتيوب، هكذا ممكن ترجعوا لها وتسمعوها وتستافدوا منها فوقاش ما بغيتوا. بقيت أوقات طيبة وممتعة قدوها رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، دمتم بخير، إلى اللقاء. ميد راديو.